الفائدة وأحكامها. قالت السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام في المائدة 12 خصلة يجب على كل مسلم أن يعرفها، 4 فيها فرض، و4 فيها سنة، و4 فيها تأديب. فأما الفرض فالمعرفة والرضا والتسمية والشكر، وأما السنة فالوضوء قبل الطعام والجلوس على الجانب الأيسر والأكل بثلاث أصابع ولعق الأصابع، وأما التأديب فالأكل مما يليك وتصغير اللقمة والمضغ الشديد وقلة النظر في وجوه الناس.